السلام عليكم. اللي مازال ما عرفش كيفاش كيكون الانتقاء ديال التعليم الاولي، انا غادي نقول لكم الطريقه اللي كيعتمدوها. انتقاء المترشحين كعنوان، انتقاء المترشحين للتعليم او لمباراة التعليم الاولي، شنو فيها؟ اول حاجة كاين اللي كيقول لك كيعتمدوا على السن، كتبوا السن سيدي ما تعتمدوش عليه. كاين اللي تيقول لك تعتمدوا على البكالوريا او على الشهادة بصفة عامة. الشهادة كتبقى حالة استثنائية، هذه كتبقى حتى الاخر. كل واحد شنو كيقول. اول حاجة تعتمدوا عليها وهي النوع ديال داك الشخص اللي يدافع، واش مذكر او لا مؤنث. بالنسبة للاناث كتكون الاولوية، بالنسبة للاناث هما اللي عندهم الاولوية. الاناث كيختاروا منهم جوج فئات، الفئة الاولى عندها البكالوريا، اما الفئة الثانية عندها البكالوريا فما فوق بلس او باك بلس فما فوق، يعني الدوق او الاجازة او غير ذلك. من بعد تمشيو للذكور. الذكور توما نفس الشيء، كيشوفوا شكون اللي عنده الباك وشكون اللي عنده الباك بلس. الاختيار الاول كيكون عند الإناث، اما الاختيار الثاني كيكون عند الذكور. بالنسبه للإناث كيكون اختيار على حسب. بالنسبه اللي عندهم البكالوريا كيكونوا هما الاولين في الاختيار، ياك. من بعد المهم كيجمعوهم كاملين، من بعد تيدوزوا اللي عندهم البكالوريا بلس ا، يعني هادو هما الثانيين في هذه الفئه هذه. عاد من بعد تيمشيو للذكور. ملي كيمشيو للذكور يعني الى عمرو الخصاص بالنسبه للاناث، الذكور صافي كيتيليميناو كاملين. اما الا كان مازال الخصاص كيدوزو للذكور. الذكور كيبداو بصحاب البكالوريا هما الاولين جوج واحد، من بعد كيدوزو صحاب البكالوريا بلس 1 ولا بلس 2 ولا بلس 3 جوج اثنين. دونك هنا هاد محط داك التهابط والنسبه كتقلل. علاش كيسبقوا صحاب البكالوريا وما كيسبقوش صحاب الباك بلس 1 ولا بلس 2 ولا بلس 3؟ علاش؟ حيت الصالير ما كيتعداش 2970 درهم، 2970 درهم او لا اقل او لا اكثر على حسب كل مؤسسه، حنا كتبنا على حسب السميك. دونك هاد الثمن هذا كيشدوه الناس اللي عندهم البكالوريا او النيفو بكالوريا او غير ذلك. كاين الناس اللي داخلين على نيفو بكالوريا ولكن هاد الفئه هادي كيكونوا قدام، يعني كيكونوا دخلوا هادي شحال، كيكونوا قدام من في الميدان، حيت الناس كانت حيت شحال كانت يدخلوها بنيفو باك الى اخره. دونك علاش كيديروا هاد الثمن هذا؟ حيت بالنسبه لصحاب الباك يعني يرضاو بهذا الثمن، اما بالنسبه لصحاب البكالوريا فما فوق ما يرضاوش بهذا الثمن، ومن بعد بقاو يطلبوا بالتعويضات، يطلبوا بزياده الاجور وغير ذلك. هما كيبغيو يتفاداو هذا المشكل هذا وكيسبقوا صحاب البكالوريا، الا اذا كانت مناصب اللي هي شاغره عاد تزيدوا الناس ديال الباك بلس 1 2 3 وكيكونوا قليل. داكشي اللي استهلا كانوا يعانيو معاهم، يعانيو مع واحد الفئه اللي هي صغيره، ماشي الا سبقوا صحاب الباك بلس صحاب اجازات وغير ذلك. يعني كي مع راسهم تيقولوا انهم يلقاو مشكل بالنسبه للاحتجاجات زياده في الاجور وغير ذلك. دونك هذا هو. اما بالنسبه للسن، السن ما كيديوش علو، السن المهم عندك تحت 35 سنه ما بين 18 35 صافي، يعني السن ما تيديوش عليه، كيبقى فقط الاختيار هنايا. اما بالنسبه للنقطه، النقطه يعني ماشي معيار كبير، النقطه كتبقى اخر حاجه كيفكروا فيها. النقطه بالنسبه للمهم اللي كانوا عمرو الاناث كاملين وتتزود الذكور وكانوا الذكور بزاف، دونك في هذه الحاله هذه كيسبقوا صحاب الباك ما كتهمهمش النقطه ديالهم، كيدوزوا صحاب الباك بلس او كيشوفوا النقطه. النقطه ولا التخصص مهم، النقطه ما كتعطيهاش واحد الاهميه كبيره، النقطه كتبقى شي حاجه ثانويه. إذا هذا الشيء اللي كاين وانتم عرفتوا كيفاش كيكون الانتقال.
جزاكم الخير ان اصحاب الشهادات العليا كالاجازه وغير ذلك ما كيختاروهمش، من الاحسن يدفعوا لشي ميدان اخر احسن لهم من التعليم الاولي. يعني مش انت عندك الاجازه تكون كتقري مع واحد عنده البكالوريا وتبقى تشوف تبقى تقارن راسك مع الناس اللي كتخلصوا مثلا بشي صالير اللي هو زايد، او قد تقول انا عندي الاجازه والاخر عنده الاجازه وكيشد احسن مني. يعني في هذه الحاله هذه راه ما يكونش واحد تكافؤ الفرص، عيط شي اللي عيبان لك نتايا، ويا في لا لوجيك او لا في المنطق راه التعليم الاولي راه مخصص اصحاب البكالوريا، لهذا فمن الاحسن الناس ديال البكالوريا هما يكون عندهم الحق انهم يخدموا. يعني عزلوا اصحاب الاجازه كاملين اصحاب الباك يعني ما يبقى لهم والو، هادشي اللي يبان لي انايا منطقي. يعني الا داو اصحاب الاجازه كاينين بزاف عيديو اصحاب الاجازه كاملين اصحاب البكالوريا بقاو جالسين. يعني من الاحسن كل حاجه وبلاصتها.